كمان الجمهورية قالت أن رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأوروغواني مارتين لاسارتي الإفراط في الفرحة بعد الفوز على مصر المقاصة بثلاث أهداف نظيفة وصعود الفريق للمركز الثالث والعودة مرة تانية للمنافسة على اللقب، وده بسبب ارتباط النادي الأهلي بمباراة مهمة تانية يوم الاثنين اللي جاي قصاد وادي دجلة في الجولة 20 من المنافسة، وعشان كده حرص لاسارتي ان هو يعمل جلسه سريعه مع لعيبه الفريق قبل بدايه تمرين امبارح، وطلب منهم ان هم ينسوا مباراه مصر المقاصه ويركزوا في ماتش وادي دجله ان شاء الله القادم يوم الاثنين اللي جاي عشان يقدروا ان هم يواصلوا العروض القويه والانتصارات. كمان قال لاسارتي ان اصابات اللعيبه وغيابات اللعيبه مش مضايقه خالص، وقال كمان انها بتفتح الباب لمشاركه بعض اللعيبه التانيين زي ما حصل برده مع احمد حمودي وصالح جمعه. كمان الوفد قال ان النادي الاهلي هيستعيد جهود خمس لعيبه من اللي كانوا بيعانوا من الاصابات المختلفه في الفتره الاخيره، وهما صلاح محسن وسعد سمير وهشام محمد وباسم علي وجيراردو. كمان الاخبار المسائيه قال ان اكد حسين الشحات لاعب النادي الاهلي ان الفوز اللي حققه الفريق قصاد مصر المقاصه في المباراه المؤجله من الجوله 11 اللي سجل فيها الشحات اول اهدافه مع الفريق كان طبعا حاجه مهمه جدا في مسيره المنافسه على الدوري، وقال كمان ان المقاصه من الفرق القويه في الدوري، وقال كمان اللاعب ان هو سعيد جدا بالفوز وبالاداء، واكد ان طريقه اللعب كانت محدده من الجهاز الفني وان اللعيبه نجحوا ان هم يقدموا افضل ما عندهم عشان يقدروا يساعدوا جماهير النادي الأهلي. كمان أكد الشحات على أن النادي الأهلي هينافس بقوة في الموسم الحالي على الفوز ببطولة الدوري وكمان دوري أبطال أفريقيا، ووجه الشحات رسالة مهمة لجمهور النادي الأهلي بضرورة الاستمرار في مساندة الفريق والوقوف وراء اللعيبة، وأكد كمان أن جمهور النادي الأهلي هو الداعم الدائم والشريك الرئيسي في كل النجاحات اللي بيحققها الفريق، وقال أنه بيتمنى رجوع الجمهور بأعداد أكبر في المباريات اللي جاية عشان يقدروا يحفزوا اللعيبة ويساندوهم على الفوز بكل البطولات. الشروق كمان قالت ان انها مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي اجراءات انضمامه لنادي احد السعودي على سبيل الاعاره لحد نهايه الموسم الحالي هيحصل النادي الاهلي على 150 الف دولار مقابل الموافقه على الاعاره لنهايه الموسم، كمان هيحصل مؤمن زكريا على 300 الف دولار عشان توصل قيمه الصفقه ل 450 الف دولار. كمان تحفظ الاوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي على فكره التعاقد مع عمرو ورده المحترف في اليونان واللي فسخ عقده من ايام مع نادي السابق باوك اليوناني، وقال لاسارتي ان ورده لاعب مميز جدا وعنده قدرات فنيه وبدنيه كويسه جدا، ولكن في لعيبه في النادي الاهلي مميزين وبيعملوا نفس الدور اللي ممكن يقدمه ورده.